أيضا من النعم التي ننعم بها في هذه البلاد نعمة الأمن. نعمة الأمن هذه النعمة العظيمة، والله إننا في نعمة عظيمة يجب أن نشكرها. بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه النعمة اجتمعنا في هذا المسجد، بفضل الله ثم بفضل هذه النعمة تترك عيالك ربما نساء ما معهن رجل، تسافر تذهب إلى الرياض أو إلى المدينة وزوجتك وحدها في البيت، هذا كثير. بفضل الله عز وجل بهذه النعمة يجتمع الناس يصلون ويؤدون الفرائض الصلوات الخمس. بفضل الله ثم بفضل هذه النعمة يجلس الإنسان ويقرأ القرآن في المسجد. كم من الناس اللي ترك في بيته آلاف من الريالات وليس بيته في باب عادي، لو دف واحد ربما يفتح، ومع ذلك هو آمن مطمئن بحمد الله عز وجل. والنقص موجود، لكن بحمد الله هذه البلاد آمنة، هذه نعمة عظيمة يجب أن نرعاها وأن نؤدي حق الله عز وجل فيها، وذلك بإقامة توحيده واتباع السنة وطاعة الله عز وجل والحذر من الذنوب والمعاصي والإسراف في المأكل والمشرب والملبس والمال والبذخ والمفاخرة، كل هذا مما تزول به هذه النعمة التي ننعم بها. هذه النعمة من أعظم النعم، ولهذا الله عز وجل امتن على المشركين قريش، امتن عليهم بهذه النعمة. قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أمن، أمن غذائي، أمن سياسي كما يقال، آمن في الأوطان وآمن في الأبدان، آمن في وطنك وآمن في بدنك، ما أنت بتجوع. هذه من أعظم دلائل وحدانية الله عز وجل، من أعظم موجبات توحيده وإقامة شرعه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأقسم الله عز وجل بهذا البلد الأمين، أقسم به وعلق القسم بصفة وهي الأمن. قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، بلد الأمن، بلد الإيمان. فهذه نعمة عظيمة يجب أن نؤدي حق الله عز وجل فيها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فزوال الأمن بسبب الكفر، كفر الأكبر وخروج من الدين ومروق عنه، أو بسبب الكفر الأصغر منها الكفر النعم. يا إخواني الإسراف أعظم مصيبة، ونشاهدها في بلادي، في كثير من الناس يسرف. الحين يا إخوان أنا بس سؤال، الحين لما نسوينا اليوم العشاء لا قضينا متعشين، ناظر هل يوكل كله ولا يبقى ويحط الجمايع؟ الغالب أنه يبقى. إذا كانت تأكل البهائم هذا أمر هين أهول، الحمد لله أطعم الإنسان بهيمة، لكن كم من الناس يبقى ويرميه زبالها ويرميها، هذا إسراف. عندنا هالحين إذا وكل الصحن كله قال ما عشيتنا لازم يبقى. وكم من الغذاء ومن الطعام من الولائم والذبائح يا إخواني والله شاهدناه بعيوننا ترمى بالذبائح، ذبيحة صحن برز وفطحة بزبالة. هذا يا إخوان مؤذن، مؤذن بزوال ما نحن فيه من النعمة. الآن البذخ في المفاخرة يا إخواني في الهدايا، المفاخرة في الهدايا والمفاخرة في الحفلات، حفل نجح من أول ابتدائي لثاني ابتدائي سووا له حفلة ب5000 ريال، يعني هل هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ هذا إسراف. لا يخفاكم شاهدت بعض الناس سوى قهوة وبدأ يحط فيها 500، موجود انتشر الكلام هذا والنقطة. واللي يغسل ضيوفه بدهن العود يغسلهم من الطعام بالمغسلة، هذه يا إخواني موبقات تؤذن بزوال ما نحن فيه من نعمة الأمن. والإنسان عليه أن يخشى على نفسه ويخاف ويحذر حتى لا تزول هذه النعمة، عليه أن يحذر من الإسراف.
يحذر من المفاخرة والمباهات بالنعم. هذه النعمة التي تفاخر فيها هي من الله، أعطاك الله حرم غيرك. الله عز وجل جعل الأيام دول والليالي يخلف بعضها بعضا، كم من صحيح مرض وكم من غني فقر. الله عز وجل خسف بقارون، الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض. قال الذين كانوا يتمنون ما كانوا بالأمس ويكأنه سبحانه وتعالى يعني بين في آيات قصة قارون أن الإسراف عاقبته وخيمة. قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعطيها من يشاء ويمنعه من يشاء، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون الذين يكفرون بنعمة الله عز وجل. قال الله عز وجل إن تشكروا، قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لك. تشكر هذه النعمة التي أنت فيها.